بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، وردني سؤال يقول: أنا ضعيف الشخصية، كيف أقوي شخصيتي؟ كيف أقوي ثقتي بنفسي؟ كيف أواجه المصاعب؟ كيف أتخذ قرار سليم وقوي؟ كيف إلى آخره. هذه الحقيقة أسئلة تخطر ببال معظم الشباب في مقتبل العمر، وأنا واحد منهم طبعا. يعني أنا أود أخي الحبيب أن أحدثك عن تجربتي الشخصية في هذا المجال. الحقيقة أنا لست مع فكرة الشخصية القوية أو الضعيفة أو غير ذلك. أنا مع فكرة التوكل على الله والثقة بالله والتمسك بحبل الله المتين وهو القرآن. أنا مع مفاهيم أخرى الحقيقة، هذه مفاهيم طرحت في البرمجة اللغوية العصبية، في علم النفس، في تنمية المهارات، في يعني مناسبات متعددة. ولكن نحن لدينا في الإسلام أفضل ما تقوي شخصيتك هو التمسك بالله، هو الثقة بالله. يعني قوة الشخصية من أين تأتي أخي الحبيب؟ تأتي عندما يكون لديك شيء قوي يسندك، شيء قوي جدا يدعمك. يعني مثال على ذلك: إنسان لا يملك المال ولا يملك شيئا من الدنيا وضعيف وليس لديه سند وليس لديه يعني أي مقومات للحياة، طيب مثل هذا كيف يقوي شخصيته؟ لابد الإنسان يحتاج إلى من يسنده، من يدعمه، من يمده بالمال، يمده بالحماية. وإلا ما فائدة قوة الشخصية إذا كنت ليس لديك أي شيء تحتمي به أو تلجأ إليه؟ لذلك من هنا أخي الحبيب، كل الأوهام التي يبيعها يعني بعض من يشتغلون بعلم النفس كلها عبارة عن أوهام. يعني ما فائدة أن تقول أنا شخصيتي قوية؟ ما هي الشخصية القوية أصلا؟ يعني هل الشخصية القوية أن تسيطر على الناس؟ لا، الشخصية القوية الحقيقية أن تسيطر على الناس بالحب، أن تجعل من أمامك يحبك ويثق بك من دون أن تضغط عليه أو تهدده. لأنه من السهل أن تهدد الناس والكل يقول نحن نخاف منك أو نحبك، ولكن في داخله ماذا يوجد؟ يوجد حقد عليك، يوجد استخفاف بك. لا، كيف تمتلك قلوب الآخرين؟ كيف تمتلك ثقة الآخرين بك؟ هذا الأمر أخي الحبيب له مقومات، على رأسها الصدق. يعني مقومات الشخصية القوية حسب المنهج النبوي الصدق رقم واحد، وهذا الأمر صحيح حتى حسب علماء النفس. لأن الإنسان الصادق حقيقة يكون غير متردد، الذي يكذب يصرف طاقة إضافية في دماغه ليتذكر أو ليركب الكذبة، وسينساها بعد فترة وسيتذكر وتجده مرتبكا. الإنسان الصادق إنسان قوي الشخصية. الإنسان الذي يثق بالله يمتلك ثقة كبيرة في نفسه. لماذا؟ مصدر الخوف ما هو أيها الأحبة؟ هو الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا الخوف يؤدي إلى شخصية ضعيفة. الإنسان الخائف لا يمكن أن يتخذ قرار سليم، لا يمكن أن يواجه الناس، لا يمكن أن يأخذ دورا قياديا في المجتمع. طيب كيف أقضي على الخوف؟ الحل موجود في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني، ما هو الشرط؟ إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني من يعتقد بالشيطان ويتبع خطوات الشيطان ويستمع إلى إغواءات الشيطان، هذا الإنسان سيخاف.
لأن الشيطان يعدك بالفقر، يخوفك، يقودك للفشل، يورطك في مشكلة وينسحب، يقول إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين. إذن أخي الحبيب، الثقة بالله ضرورية جدا لتكتسب شخصية قوية. سأعطيك مثال بسيط. لنفرض أنك ليس لديك أي شخصية أصلا، شخصيتك ضعيفة، وعملت لدى ملك من الملوك وأعطاك مكانة عالية، أنت أوتوماتيكيا اكتسبت شخصية قوية. حقيقة الناس يعني أنت عندما تخاطب الناس تخاطبهم بشخصية الملك الذي وراءك، يدعمك، يحميك، يمدك بالمال، بالسلطة، بالحماية إلى آخره. وبالتالي أنا إذا أردت أن أكتسب شخصية قوية أستمد هذه القوة من مالك الملك سبحانه وتعالى. لذلك التوكل على الله من أسس الشخصية القوية، وهذه تجربتي أخي الحبيب. الثقة بالله من أسس الشخصية القوية، ولكن الشخصية القوية هي الشخصية حسب المنهج النبوي شديدة الحياء. انظر معي عكس ما يقول علماء النفس، يعني أحيانا تشعر وأنت تقرأ في كتب علم النفس أنك يجب أن تكون وقحا مع الآخرين حتى يعتبرك الناس أنك ذو شخصية قوية، وهذا خطأ. النبي كان أشد الناس حياء، وكان يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول الحياء من الإيمان. انظر أخي الحبيب، إذن التوكل على الله والتواضع والحياء، هذا من أسس الشخصية القوية التي تمتلك قلوب الناس، وليس مجرد أن تسيطر عليهم. ما الفائدة من أن يحترمك الناس في وجهك وعندما تدير ظهرك يشبعونك شتما وكلاما؟ ما الفائدة من ذلك؟ لا، نحن نريد شخصية مثل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأيكم؟ كيف كانت شخصية النبي؟ كان هذا النبي الكريم أشد الناس حياء، كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبسما. إذا من أسس الشخصية القوية كثرة التبسم، وليس أن تعبس بالآخرين ويعني وجهك عبوس وتقول أنا قوي الشخصية. لا، أن تعفو عن الناس أعلى درجات قوة الشخصية، أن تمتلك ثقافة العفو عمن أساء إليك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من أسس الشخصية القوية التسامح مع الناس، من أسس الشخصية القوية وهي شخصية حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن تتواضع للناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمل بوجهك هكذا تكبرا وتستكبر على عباد الله. لا، تواضع، امشي بهدوء، امشي مشية إنسان متواضع، تجد أن الله يرفعك. شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، لم يغضب ولا مرة لنفسه. السيرة النبوية والأحاديث الشريفة تؤكد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يغضب ولا مرة، إذا شتمه أحد لا يغضب، يعفو عنه. إذا آذاه المشركون آذوه كثيرا، كان يدعو الله أن يهديهم، ودعاء النبي مستجاب، كان قادرا أن يدعو عليهم فيهلكهم. لا، كان يدعو الله أن يهديهم ويخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وكان ذلك بالفعل. شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتمتع بدرجة عالية جدا جدا من الإحساس بالآخرين، من حب الخير للآخرين. عندما تحب فعل الخير تجد أن الله يحميك، يحفظك. عندما
تتكلم الكلمة الطيبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. ما معنى ذلك؟ يعني أن هذه الكلمة التي تتكلم بها هي صدقة لك، فانظر ماذا تتكلم وماذا تقول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرادنا أن نسع الناس وأن نملك قلوبهم بالحب، وليس بالعنف، وليس بالسيطرة، وليس كما يعتقد البعض أن قوة الشخصية تعني كيف تسيطر وتسير وكذا. لا لا لا، كيف تمتلك قلوب الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شخص محبوب، كل المسلمين يحبون هذا النبي. كان متواضعا، كان زاهدا في الدنيا، كان يريد الخير، كان يتعب من أجلنا، كان يضيق صدره يريد أن ينقذ الناس من عذاب الله. كل هذه الصفات أخي الحبيب هي التي تمنحك شخصية شبيهة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تمتلك أقوى وأعلى شخصية ممكنة، انظر إلى هذا النبي كيف كان سلوكه. وطبعا السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني عندما يأمرني الله بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يجب أن ألتزم بالصدق. عندما يأمرني الله بالعفو: فليعفوا وليصفحوا، يجب أن أعفو وأصفح. عندما يأمرني الله عز وجل بعدم أكل الربا مثلا، ويهدد أكل الربا، يقول: فأذنوا بحرب من الله. يا لطيف، يعني شيء مرعب، الله يشن الحرب على أكل الربا، أنا أمتنع مباشرة. ولا تتصور أخي الحبيب أن قوة الشخصية تأتي بالمال أو تأتي بالسلطة أو تأتي بالشهرة. لا لا لا، قوة الشخصية الحقيقية التي أرادها النبي لنا أن يعني تقنية كيف يحبك الناس، كيف تملك قلوب الآخرين، هذه هي القوة أخي الحبيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن القوة ماذا قال؟ قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يستطيع أن يصرع الآخرين ويغلبهم ويقهرهم، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكلما تمالكت نفسك وتوقفت عن الغضب كنت أقوى في نظر الآخرين، لأن الذي يثور وينفعل ويغضب هذا إنسان ضعيف. الغضب يدمر الشخصية أخي الحبيب، يأكل الشخصية كما تأكل النار الحطب. السخرية والضحك، النبي كان يحذر من كثرة الضحك، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. تميت القلب، هناك دراسات بالفعل كثرة الضحك تؤدي إلى مشاكل في القلب. لذلك إذا أردت أن تمتلك شخصية قوية، ابتعد عن السخرية، ابتعد عن كثرة الضحك، ابتعد عن الاستهزاء بالآخرين، لأن الاستهزاء والسخرية تأكل الشخصية، تدمر الشخصية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال أيضا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حتى الإسلام جعل للإنسان كرامة وقيمة حتى في غيابه، يجب ألا تغتابه، ألا تتكلم عليه بسوء. هذه هي أخلاق الإسلام أخي الحبيب. لذلك باختصار وملخص هذا اللقاء، الشخصية القوية فعلا هي شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، هي الشخصية المثالية. كان صادقا لا يكذب، كان يعفو عن الناس، كان خلقه القرآن، كان لا يغضب، كان يحب الخير للناس، كان يتبسم للناس، كان يتواضع،
كان شديد التواضع، كان شديد الحياء، كان كريما. الكرم أيضا جزء مهم جدا من الشخصية القوية. عود نفسك على الكرم. الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عود نفسك على العطاء، ثقافة العطاء، ثقافة الصدقة. جامعة هارفارد تقول أسعد الناس هم أكثر، هم الأكثر عطاء وصدقة للآخرين. كن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك آية عظيمة قال الله تبارك وتعالى فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتدين بهذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، وأن نكون معه يوم القيامة في جنات الفردوس إن شاء الله جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.